أول شيء أحب أقول أن الأعداد قاعد تزيد عندنا في المستشفى، قاعد نطالع أن في المرضى بازدياد دائم كل يوم. عدد حالات العناية المركزة زادت، حاليا اليوم عندنا تقريبا 91 مريض في العناية المركزة. الحالات اللي موجودة في العناية المركزة في الوقت الحالي 60% تقريبا منها حالات حرجة وتحتاج جهاز تنفس صناعي، والـ40% الباقين حالات متوسطة الخطورة. والفئات العمرية عادة اللي موجودة عندنا الغالبية هم الكبار في السن. يوجد بعض المرضى اللي هم الأعمار المتوسطة والصغيرة، لكن معظم المرضى الفئات العمرية الكبيرة اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئتين والسكر والضغط والسمنة الزائدة. احنا كان في بداية الأزمة الأعداد طبعا زادت في شهر 5 وشهر 4 وشهر 6، بدأت تناقص تدريجيا في آخر شهر 7 وشهر 8، ولاحظنا حاليا في بداية شهر 9 ازدياد في أعداد المرضى اللي يدخلون المستشفى وازدياد في أعداد المرضى اللي يدخلون العناية المركزة. وهذا طبعا تزامن مع رفع الحجر وعودة الحياة الطبيعية.